احنا النهارده بنحتفل بذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا الاحتفال بالمناسبه العظيمه دي بيكون ليها اشكال وطرق مختلفه، لكن طبعا بيفضل الانشاد الديني احد ابرز اشكال احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. هيا خلونا نرحب في الفقره دي منا ومشاهدينا الكرام بالمنشد الديني الاستاذ ممدوح محمد ممدوح. صباح الخير برحمة. صباح الخير بحضرتك. صباح الخير، اهلا وسهلا، كل سنه وانت بالف صحه. حضرتك بالف خير. عايزين نعرف في البدايه بدايتك مع الانشاد الديني، ايه اللي خلاك تهتم انك تبقى منشد ديني وازاي اتعلمت الانشاد؟ بدايتي كانت في الاذاعه المدرسيه في المدرسه في قريتي، قريه الخزندار. بدات بقى في الاذاعه المدرسيه، كنت بقرا قران، وبعد كده بقيت اقول الانشاد الديني في الحفلات والمناسبات الدينيه. بس فدي كانت البدايه. بعد كده بقى بدات ان انا اسمع لمثلا الشيخ ناصر الدين طبار، الشيخ النقشبندي، المشايخ اللي هي الكبار، بقيت بسمع لهم واحفظ لهم الابتهالات بتاعتهم واقولها. اكيد انا المفروض اسالك كتير عن اتعلمت من مين والمشايخ، لكن احنا ما ينفعش يبقى معانا منشد ديني ونبتدي بالاسئله، لازم نبتدي اكيد بحاجه نسمعها. هنسمع ايه؟ لاجل النبي عليه الصلاه والسلام. سيدي يا رسول الله، يا سندي ويا عزي ويا جاهي، يا رب توبة، يا رب توبة، توبة توبة، يا رب توبة، يا رب توبة على كل عاصي، يا رب، يا رب توبة نصوحا بعد عصياني، بعد عصياني، قبل أشيب وانحني وامشي بعصياني، بعصياني القلب نادم، القلب نادم، وليه العين عصياني، عصياني، يا ريت دموع تسيل، يا ريت، يا ريت، يا ريت، يا ريت دموع تسيل، تجري على الخدين، تمحي صحايف ذنوبي، ذنوبي، يا رب لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لأجل النبي، يا إلهي الكل، كل كل، لأجل النبي، لأجل النبي، أنت عالم بيا كل كل، لأجل النبي، لأجل النبي، يظلموني انت شايف، يتهموني برضه عارف، من عبادك ايه حصل لي، ايه حصل لي، انا في جاي النبي، تقبل صلاة على النبي، ده انا حبيب سيدنا النبي، تقبل صلاة على النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، القعدة حلوة والنبي عند النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي.